السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء بكلية الهندسة جامعة سوهاج. أود أن أقدم لكم شرح مبسط لتفعيل الإيميل المؤسسي واستخدامه في التعليم عن بعد لبرنامج مايكروسوفت تيمز. أول حاجة هنعملها الإيميل طبعا واليوزر هيكون مع حضرتك اللي أنا سلمته لك عن طريق الفيس أو تليجرام، أيا كانت الطريقة اللي بعتها لك عشان تاخد الميل بيها او جيت اللي عندي شؤون طلاب اخدت. اول حاجة هتعملها بقى هتفتح اي متصفح جوجل كروم مثلا، هتكتب اوفيس 365 تمام. هتظهر لك تابع تسجيل الدخول الى اوفيس 365 تمام، تضغط عليها. هتدخلك بقى على الايميل المسجل على الفون او على اللاب او على الكمبيوتر ايا كان يعني. طبعا هتعمل تبديل حساب عشان تضيف ميلك الجديد تمام. بعدها هتكون مسيف الايميل اللي انت محتاجه، تضغط تسجيل دخول اوكي. بعدها يقول لك انشأ كلمة المرور اللي هي ايه، مش الاساسية اللي انت اخدتها مني. بعد كده هتغيرها بكلمة جديدة، هتضغط تسجيل دخول، هتقول لك الكلمة الحالية كلمة جديدة تأكيد كلمة المرور اللي هي الجديدة برضه تمام. تدخل القديمة اللي انت لسه حضرتك كاتبها من شوية تمام، هتكتب الجديدة اوكي. كده اتقبلت كلمة المرور الجديدة، هيتفتح بالشكل دوت معاك، تضغط على السهم الحالي تمام، بيعرض لك كل الخدمات اللي بيقدمها اوفيس. طبعا اوفيس 365 بيقدم لك مزايا كتير جدا، اولهم الاوتلوك، التقويم، درايف. درايف ده بيشيل كمية مهولة من البيانات مش ملهاش حدود تمام، وبرامج الوورد والاكسل وباوربوينت كله ده اونلاين يعني، وانت مش معاك على التليفون او على الكمبيوتر او على اللاب هتستخدمه. بس احنا خلينا في الحاجة المهمة اللي احنا جينا عشانها خلاص اوكي. احنا دلوقتي انشأنا وفعلنا الايميل الالكتروني بتاع حضرتك تمام، والخطوات كلها كده واضحة. لو مفيش حاجة واضحة سيبولي كومنت تحت الفيديو على التليجرام او على الفيس تمام، وشوفوا قول لي انتوا مش واضح وقولوا لي عليه وهوضح. خلاص انا هسجل فيديو تاني عشان ندخل على مايكروسوفت تيمز من خلال الايميل اللي احنا لسه عاملينه حالا تمام، عشان ما لخبطكمش هعمل فيديو تاني تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كانت معاكم أستاذة هند محمد.